لعبة التخطيط والحساب الدقيق الشطرنج. تستمر منافسات هذه اللعبة ضمن الدوري العراقي لفئة الأشبال دون 14 ذكور وإناث لجميع المحافظات العراقية وإقليم كردستان. لليوم الثاني على التوالي تجري هذه المنافسات على قاعة خانزاد بأربيل بمشاركة 150 مشاركا ومشاركة. سيضمن الفائزون التواجد في المسابقات الإقليمية والدولية المقبلة في لعبة الشطرنج. أنا شاركت بهاي البطولة وغلبت وإن شاء الله أصل للنهاية. أنت من بغداد؟ زين، كم لعبة لعبتي لحد الآن؟ تقريبا 5 أو 4 أظن. إيه أظن. غلبتي منهم؟ غلبت مرتين ووحدة صراحة. تحبين لعبة الشطرنج؟ صار ايش قد تلعبين؟ تقريبا 3 سنوات أو 4. راح توصلين للنهاية؟ أصير لاعب مضبوط وقوي، مستوى الأبوي. أنت هسه فزت أو خسرت؟ إيه فزت. على منو؟ على ديار. ورغم التقشف المالي وجائحة كورونا الذي أثر على مفاصل الواقع الرياضي بشكل عام في البلاد، فإن المسؤولين في الاتحادات الرياضية للشطرنج في المحافظات يؤكدون حرصهم على إدامة المسابقات المحلية، معبرين عن ارتياحهم لتواجدهم في أربيل العاصمة التي احتضنتهم على قاعتها الرياضية خانزاد. طبعا تعاني المحافظات من التقشف وقلة التخصيصات المالية بإقامة البطولات أو استضافة البطولات، وكان نادي خانزاد سباق في هذه المبادرة باستضافة بطولة الفئات العمرية، ونقوم له بكل الشكر والتقدير في حسن الاستقبال والضيافة. وكان الاتحاد العراقي للشطرنج قد تأسس عام 1971، لكن مشاركات الشطرنجيين العراقيين تعود لعام 1964، وللاتحاد فروع في جميع المحافظات العراقية وإقليم كردستان أيضا. ما زالت لعبة الشطرنج في العراق تجري ضمن إطار الهواية، ويحذر مدربون من انحدار مستوى اللعبة في ظل غياب الاهتمام وتدني الموارد المادية ونقص البنى التحتية اللازمة لتطوير مهارات اللاعبين. يوسف المندلاوي، زاغروس تيفي، أربيل.